الواحد. نشوف هنا أنا مختار ال W310 في 39 اللي هو ال SX مالته 547. احنا عندنا نحتاج 540، هذا اكبر، بس هذا اصغر مقطع يشيك. هسه شنو بعد ما اختارينا المقطع اللي يحقق البيندنج ستريس، نحتاج ان نشيك الشير ستريس. فنيجي على المعادلة، المعادلة اللي نشيك بها الماكسيموم قلنا بالحالات هذه، فالتوماكس يساوي الشير فورس على الاريا اوف ويب، الاريا اوف ويب اللي هي تساوي التي اوف ويب في الديبث مالت السكشن. فالفي 37.5 كيلو نيوتن اللي هي هاي، التي دبليو والدي ناخذها من الجدول نعوضها هنا، طلع الناتج 20.71. انا شقد عندي الاولابل شير ستريس 84، هذا طلع 20.71، اذا اوكي ما عندي مشكلة، فهذا اقل مقطع ممكن يشتغل. لاحظوا انه الفرق بالبيندنج كلش قليل ما بين الاحتياج والمتوفر، في حين بالستريس الفرق صار كلش هواية، يعني تقريبا ربع الشير ستريس اللي عندي على المقطع هو ربع تحمل المقطع، بس هذا ستاندرد ما اقدر اغير. هذا السؤال ناطيني البي ومحدد لي البي هي 40 كيلو نيوتن، ناطيني هاي المسافات، ناطيني العمق مالت السكشن 150 مليم، بس العرض مال السكشن ما ناطيني، وناطيني الالاوبل شير ستريس بيندينج ستريس 168 والالاوبل شير ستريس 100 ميجا باسكال، وطالب من عندي احسب العرض البي. اذا لازم احسب على اساس الماكسيموم ستريسز اللي راح تصير بالسكشن. حتى احسب الماكسيموم ستريسز لازم اطلع الماكسيموم شير فورس والماكسيموم بيندينج مومنت. فبهالحالة احتاج ارسم الشير فورس دايجرام والبيندينج مومنت دايجرام للبيم، اللي من عنده احسب الشير فورس ماكسيموم طلع عندي 40 والبيندينج مومنت ماكسيموم طلع عندي 72 كيلو نيوتن متر. معادلة البيندينج ستريس، السيجما اللاوبل هذه، البيندينج مومنت المعطى هذا، نص السكشن لانه الماكسيموم يصير على السطح اللي هو على نص السكشن، نص ال 150 هي 75 اللي هي هاي، المومنت اوف انيرشيا راح احسبه بدلاله بي اللي هو 1/12 بي في العمق تكعيب، العمق اللي هو 150 مليم اللي هي 0.15 متر تكعيب. هذه المعادلة مجهول بها فقط البي، من عدها حسبنا البي طلعت، هو طالب لي هنا ان تكون مقربة الى اقرب 5 مليم، فراح تصير 114.30 عدلها الى 115، فصار عندي المقطع 115 في 150. اجي هسه اشيك الماكسيموم شير، الماكسيموم شير وين يصير بالمقطع المستطيل؟ يصير بالمنتصف بالسنترويد. الشير فورس اللي عندي هذه 40 كيلو نيوتن، الكيو بالنسبة الى نص المقطع، العرض 115، النص مال الارتفاع 75 بدل 150، والمسافة من السنترويد مالت المساحة الى السنترويد مالت الشكل بالنسبة الى نص المقطع راح تعادل ربع الارتفاع اللي هي 0.0375، وهذا المومنت اوف انيرشيا، وهاي التي السمك اللي هي البي اللي طلعناه 115. الناتج اللي طلع عندي 3.48 ميجا باسكال اللي هو اقل من 100 ميجا باسكال، اذا اوكي ما عندي مشكلة. الجدول، لاحظوا هنا الجدول، نجي نختار الاس المناسب، راح نشوف اكو اكثر من اس يشتغل عندي مع الحل، بس
شو أسوي؟ أجي أباوع هنا، هذا ينطيني الوزن بالمتر الطول. فإذا طلعت عندي أربع مقاطع ترهم، من هالمقاطع الأربعة اللي ترهم أباوع من هو أقل وزن بيهن، هو اللي أختاره. هاي الفكرة الجديدة الوحيدة اللي موجودة بالسؤال. هذا السؤال أيضا مشابه إلى السؤال السابق، لكن هنا السكشن عندي مو متناظر، السكشن على شكل تي. فهنا السنترويد ما راح يكون بالمنتصف، لازم اجي اطلع السنترويد، وهاي المعادلة اللي حاسب منها السنترويد. المومنت اوف انيرشيا يجي يحسبها بالنسبة لل البيندينج ستريس او الشير ستريس، راح يكون دائما اكبر بالجهة الابعد عن السنترويد، دائما يكون اكبر بالجهة الابعد عن السنترويد. فنجي نحسب المنطقة اللي هي بالويب، لانه الفلنجر دائما يكون السنترويد قريب على الفلنجر، فناخذ جزء الويب ونحسب. وكل اللي راح يصير انه نعوض المعادلات بنفس الطريقة، ما اختلف عندي اي شيء. الشيء الوحيد اللي صار عندي هنا انه هو عدم التناظر، فلازم احسب السنترويد وين صاير، المومنت اوف انيرشيا للشكل الغير متناظر، واجي اخذ الجزء البعيد عن السنترويد واخذه هو بالحسابات، سواء للبيندينج او للشير، ونعوض ونشيك مع الالاوبل ستريس بنفس الطريقة السابقة. هذا السؤال عندي هذا البيم وعليه هذا اللود، اللود غير محدد، زين. هنا شي يقول البيم هذا متكون على شكل بوكس، هالبوكس متكون من اربع قطع من الخشب، هاي القطع مال الخشب مثبتة عن طريق بسامير، البسمار مثبت وين؟ مثبت بنصف السمك مالت الفلنجة. اذا نباوع هنا للفلنجة 250 الكلي، هاي 30 الفلنجة، يعني المسافة من السطح الى البرغي 15. هنا راح نحتاج نحسب الشير فلو حتى نقدر نحسب شقد الشير ستريس اللي جاي يصير بالبرغي. الشير فلو وين راح يصير هنا؟ راح يصير بالجزء اللي هو من البرغي وفوق، نحسب الشير ستريس ونطلع الشير فلو، لانه احنا اللي يهمنا ان نطلع الشير فلو بموقع البرغي. لو كان هذا ممتد لهنا والبرغي من جوا، كان اخذنا على سمك 30، لكن هذا مضروب بالعرض، اذا راح يكون السمك اللي نشتغل عليه هو ال 15. خطوات الحل نفسها، مومنت اوف انيرشيا كيو ماكس وسيجما الاوبل وغيره، وبعدين نشيك الشير فلو حتى نطلع المسافه ما بين برغي وبرغي، لان هو شنو طالب من عندي؟ طالب من عندي نعطيني التحمل البرغي الواحد بالشير شقد، فطالب من عندي شقد المسافه اللي اخليها ما بين برغي وبرغي. اذا انا من احسب الشير فلو بموقع البرغي، اقسم الشير فلو تو الاوبل، حاسبها الشير فلو هذا شي يساوي، راح يصير عندي برغيين مع الشير فلو، لاحظ 2 في 200، معناه هذا الشير فورس مالت البراغي، الشير فورس مال البراغي مقسومة على الاس يساوي الشير فلو. الشير فلو انا احسبه من الحسابات مالت السؤال، راح ينطيني المسافة ما بين برغي وبرغي، او راح ينطيني هنا انا طالب من عندي حتى الدبليو هم يعني نعطيها مجهولة، فالدبليو راح احسبها منين؟
راح احسبها من الشير ستريس، عفوا من البيندنج ستريس. هذا البيندنج ستريس، هذا البيندنج مومنت اطلع بدلاله دبليو هاي، لانه هذا سمبل سبورت. الدبليو بالمنتصف راح يكون دبليو ال تربيع على 8 حسب المعادله اللي طلعناها. فالبيندنج مومنت هذا الارتفاع مالت السكشن هو نص ال 250 اللي هي 125، والمومنت اوف انيرشيا احنا حسبناه من عنده. راح احسب ايش قد الماكسيمم دبليو اللي اقدر استخدمها. من هاي الدبليو اجي اطلع المسافه، لانه هاي الدبليو من اعوضها هنا راح تنطيني الماكسيمم شير فورس. من الماكسيمم شير فورس اطلع الشير فلو، ومن الشير فلو اطلع المسافه ما بين برغي وبرغي. النسخه مالت الكتاب اللي موجود مال هبلر موجود نفس هذا السؤال، بس على سؤال كانتليفر ما يفرق شيء، لانه نفس الحسابات. هو البيندنج مومنت راح يكون ماكسيمم بالكانتليفر، والشير فورس ايضا راح يكون ماكسيمم بالنقطة الاسناد بالكانتليفر. فراح نعتمد على هاي الحسابات ونطلع من عدها قيم الدبليو اللي نحتاجها، الماكسيمم دبليو والسبيسنج بين البراغي. يعني بقية الأسئلة أنتوا جاي تشوفون، أنا خال هل فيديو خال بيه مجموعة أسئلة كلش هواية. بالحقيقة الأسئلة ما تختلف هواية عن بعضها من ناحية طريقة الحل. الاختلافات جاي يصير شنو بشكل الحمل، راح ينطيني الماكسيمم مومنت والماكسيمم شير فورس تختلف. وهذا البيندنج مومنت والشير فورس دايجرام احنا تعلمناه بالفصل السابق، يعني المفروض ما عندي مشكله بيها هسه. ايضا هذا السؤال ناطيني مستطيل بس ما محدد الابعاد، اذا هذا سؤال تصميم. فبنفس الطريقه اجي اطلع الماكسيمم بيندنج مومنت، ومن معادله الاس اجي اطلع البي، يعني من معادله البيندنج اجي اطلع البي والدي. بعد ما اطلع البي والدي اجي اتشيك الشير ستريس، نشوف هنا انا طالع الشير ستريس عندي ما تشيك. اذا بهالحالة ايش لازم اسوي؟ لازم اعيد الحل باستخدام الشير ستريس حتى اطلع من عنده البي والسمك اللي هو 1.25 بي. فأجي أعيد الحل باستخدام معادلة الشير ستريس وأطلع البي الجديدة. البي الجديدة اللي طلعت من الستريس 393، بينما اللي طلعت من البيندينج 359. في ال 359 ما توفي الشير، إذا هذه هي المعادلة اللي أو القيمة اللي أحسبها من معادلة الشير. أعتقد هذا